يعتبر دور المرأة الريفية في محافظة الرقة أساسياً في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأغذية الريفية التي تلقى إقبالاً واسعاً. تم قبول 50 متدربة في المشروع، خضعا لتدريبات متنوعة منها التصنيع الغذائي، الجودة وسلامة الأغذية، والجدوى الاقتصادية ومهارات التسويق. بنهاية هذه التدريبات تم قبول 29 مستفيدة، تم تحويل الدفعة المالية الأولى للمستفيدات. بعد هذه المرحلة تم افتتاح معرض تسوق للمستفيدات. يعني ما كانت عندي القدرة الكافية أني يعني أوسع مشروعي، فسوون الأندي بي الله إن شاء الله يوفقهم. قدمت فكرتي مشان المشروع الحلويات، ما كان عندي انه تمويل مالي يعني، الحمد لله الله يعطيهم العافيه دعمونا وسوونا المعرض وحاليا فاتحين محل والحمد لله لهم جزيل الشكر. برنامج الامم المتحده الانمائي درب 50 سيده في مجال التصنيع الغذائي من مدينتي السبخه ومعدان وريفهما، ليتم بعدها دعم 29 مستفيده منهن بمنح ماليه من اجل اعاده احياء مشاريعهن وتطويرها. أنا عندي فكرة عن الأجبان والألبان قبل، بس ما كان عندي المورد الكافي من المال أنه أشتغل يعني، وجزاهم الله خير المنظمة أنه ساعدونا واليوم عملوا لنا المعرض. مشروع مجففات، وفضل الأخوان أنه فتحوا لنا هالشي هذا، أنه ساعدونا. كنت أول أشتغل بالشي بس ما عندي القدرة، وفضلهم أنه أنا فتحت المحل. ما كان عندي الإمكانية أني أقدر أفتح مشروع صغير، فلجأنا للمنظمة UNDP الله يجزاهم الخير، واشتغلنا على طلب منهم وعشرة أيام سوينا دورة، والحمد لله طلعنا من المتأهلات والحمد لله أنتجنا مشاريع. وبهدف الترويج لمنتجات هذه المشاريع، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس مدينة السبخة بإقامة معرض تسويقي ضمن منافذ البيع في معمل الألبان والأجبان في مدينة السبخة، وذلك من 24 وحتى 27 من الشهر الجاري.